أوفسايد، تسلل واضح 100% أوفسايد. والحكم يا أخي الآسيوي يا الله، ويا الأندية العربية ويا المنتخبات العربية، يعني واضحة والله واضحة، يعني سبحان الله راحت عنا. لكن أشكر الزملاء اللي متواجدين في الجاليري ينبهون عليها. أنا اللي تقول أوفسايد، أنا اللي تقول تسلل أوفسايد. والله أوفسايد يا حكم الراية، حرام عليك واقف أنت يا أخي. إيش اللي يحصل حق منتخب العراقي مع الحكام من بداية مباراة المنتخب الأسترالي وركلة الجزاء الصحيحة واليوم هدف غير صحيح على قولتهم؟ حرامات والله العظيم، والله العظيم، والله حرام. أنا شفته ردت أقول أوفسايد، ولكن يعني أنت كملت الكلام انتقلنا. شوف تسلل واضح، شوف لاعب يعني حتى واضح. حكم الرايه شوف راسه فعلا فعلا هو قريب على حكم الرايه، يعني حرام حكم المساعد. والله حرام عليك، تسلل واضح والله. شبي اكثر يعني، اشتبي اكثر من يعني هذا الوضوح يا حكم. مع الاسف شبي اكثر، مع الاسف الحكام يعني، مع الاسف ظلم ظلم ظلم. اي والله الحين نقول خلاص جول وهدف وظلم اخر على المنتخب العراقي وعلى العراقيين المساكين اللي يشوفون ربما الجمهور اللي يحترق قلبه. يعني يمكن احيانا اقول يا ريت ما نبهتكم، لكن انا اسف والله مجبر اني لازم اقول الحق دائما في البين سبورتس لازم نقول. شكرا لي الزميل عزيز عصام شوالي، قدر الله ما شاء فعل كما قالها الزميل عصام. والحكام الصينيين ما شاء الله عليهم اليوم مبدعين، احسن حكام في العالم للاسف. يعني ربما نقول احنا نخطئ، معلش يا اخي احنا كيفنا، احنا كفريق او كمنتخب عراقي مثلا يتكلم عن نفسه يقول انا اخطئ وضيع كيفي، لكن عطني حقي، عط المنتخب العراقي حقه وان شاء يفوز ما يفوز هاي مشكلته. لكن يا اخي لا تظلمه في كورتين، الشوط الاول هناك كان اوفسايد واضح من الهدف الاول، وايضا الهدف الاخير اعتقد كان في فاول ايضا للمنتخب العراقي تسبق الفاول اللي ما يحتسب اصلا بشكل خاطئ، وبعد ذلك جاء من الهدف الياباني. نذكر بالأهداف، أهلا بكم من جديد. أذكر بأن المنتخب الياباني فاز على المنتخب العراقي بكرتين ظالمتين في الشوط الأول والشوط الثاني، في الدقيقة القاتلة استطاع فيها المنتخب الياباني بهذه الكرة بداية الأوفسايد بشكل فاضح وواضح الاثنين معا، فاضح على الحكم حامل الراية نشوفه مع الكرة بالضبط واقف بالمكان الصحيح وواضح له هذا الفضيحة، يعني جاهزة لهذا الحكم. فهذا الهدف الفاضح والواضح بصراحة، الهدف غير صحيح، هدف أوفسايد. وأيضا الهدف الثاني أيضا ظلم فيها المنتخب العراقي من كرة فاول لصالح المنتخب العراقي تنقلب عليه المسكين، شوف بيده بعد ذلك أنه حدث الدفعة العادية تحدث في عالم كرة القدم، ترى هذه الدفعة تحدث في عالم كرة القدم وعادية جدا، لكن ما شاء الله عليه قفز. شوف الأول قبل هذه الكرة كانت هناك لمسة يد، طيب وطبعا هذه الدفعة عادية، هو ما شاء الله بعد مثل وقفز زيادة. طبعا هنا الكرة هنا واضحة جدا، شوف شوف يده وشوف شلون هو اندفع، هنا لمسة يد، هنا لمسة يد واضحة لم يحتسبها حكم المباراة. بعد ذلك أتت الدفعة العادية أنا أسميها بصراحة. هنا هدف أيضا ظالم من كرة ظالمة لحكم ظالم اليوم بصراحة، بقرارين ظالمين للمنتخب العراقي اللي ما كان يستحق هذه الخسارة، على الأقل يا أخي على ضعف تقدير كان التعادل بنقول بعد عادل يعني يلا بنقبل، لكن للأسف انظلم فيها الجمهور العراقي وانظلمت فيها الكرة العراقية واللاعبين اللي أدوا بشكل بصراحة حماسي بشكل يعني لافت بصراحة اليوم. كابتن محمد حمادة ما قصروا، شو يسوون؟ والله أنا استحي أقول لكم هارد لك بصراحة، ما قصرتوا، بيض الله وجهكم يعني، ما أقدر أقول لكم إلا مبروك، لكن هارد لك للتحكيم الأسيوي بصراحة. يمكن الكابتن مجبل بيعرف الكابتن راضي شنيش الأكثر مني، بس أتصور أن المرة الأولى في تاريخه كمدرب أو حتى يكلم الحكم، يكلم الحكم. نعم. كان واضح جدا تركيز الكاميرا. نعم. على أنه كان مستاء للتحكيم لدرجة كبيرة أنه دخل إلى أرض الملعب فور نهاية المباراة. لكي تعرف ليش أنا ما أدري بصراحة، يعني أنا ما أدري هل الاتحاد العراقي في المباراة الأولى قدم احتجاج على الحكم اللي أدار مباراة أستراليا؟ اليوم لازم يقدم احتجاج حتى ما تنعاد أكيد. هذه الكارثة يعني مش مرة الأولى، الآن المرة الثانية، يعني مثل ما قال الكابتن محمد حمادة بالفعل احنا معمرنا شفنا راضي شنيش يتكلم مع الحكام يحتاج الحكام يرضى ويطلع وخلاص ويسلم، لكن اليوم ظلم 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 يعني
ظلم يا أخي يعني يتكرر المرة الثانية الآن بعد مباراة استراليا. يعني الاتحاد العراقي يجب أن يأخذ موقف حازم اتجاه الحكام الاسيويين ويقدم احتجاج. أخي حتى لو رفض الاحتجاج لكن لازم تقدم احتجاج حتى يكون عبرة للحكام الآخرين، لأن لا يمكن هذا الخطأ الفادح من قبل حكام اسيويين يحكمون تصفيات كأس العالم. عيب على الاتحاد الاسيوي، بيكون عيب على الحكام الاسيويين. حتى الحكم الاسيوي الشريف والله لازم ما يرضى، لازم هو يحتج على هالحكام هذيل بهال يعني بهالمستوى انه هاي ما يمثلهم. هل ممكن اتحاد آسيا أكبر قارة في العالم تحط حكام بهذا الشكل؟ لا يمكن رئيس الاتحاد الأسيوي يرضى، ولا رئيس لجنة التحكيم يرضى، ولا اللي حط الحكم والله إنه يرضى إن أي حكام بهذا الشكل يفسدون عالم كرة القدم في الكرة الأسيوية. والله لو استحق اليوم المنتخب الياباني بأن يكون فائز بنقول له مبروك، لكن ما يستحق. لا والله مو مبروك والله بجاسم. وشوف 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 وين صفر. أنت شوف وين صفر، شوف شوف وين صفر، شوف الآن يميات الكورة الحين بخطرة قام صفر. يعني هاي شو كملها، كمل أخطاء. يعني اليوم سبب خسارة المنتخب العراقي هو الحكم. هاي يفكر يلعب كرة يد صراحة، يفكر إنه يلعب يعني كرة صراحة يد. ما لا نريد نجيب نذكر يعني أعذار وهي، ولكن ينتهي يعني الوقت خلاص. يعني الحكم هو السبب الرئيسي. اليوم الفريق العراقي قدم أحسن مباراة في التصفيات، الفريق الياباني أسوأ فريق ياباني أنا شايفه. حتى بال 94 تعادلنا معهم في الدوحة، كان الفريق ال 94 أحسن من هذا الفريق بصراحة. فريق متعب، فريق مجهد، لاعبيه تعبانين جايين من سفر. اليوم يعني فريقنا كان الشوط الثاني حرام. هو المسيطر، هو المنتشر، هو المستحوذ، هو اللي نظم لعب. يعني اليوم شفنا هجمات الفريق العراقي، شفنا سيطرة، شفنا استحواذ، شفنا لعب، شفنا تحول. ولكن مع الأسف يعني الحكم بصراحة كان السبب الرئيسي في ضياع 3 نقاط بالفريق العراقي. وأقل شيء إحنا يعني كنا يعني راضين بالتعادل، وقلنا هاي كنقطة أولى وممكن تتبعها نقاط أكثر مع يوم 3 مع منتخب تايلاند. ولكن مع الأسف الحكم يعني الهدف الثاني لمست يد واضحة، لمست يد واضحة. لماذا يا حكم لماذا لم تحتفظ؟ مو بأكثر من الأوفسايد ترى. أيوة يعني حامل الراية واقف عند الكورة وعند اللاعب يعني في نفس المكان. لا يعني تقولي بعد من الكورة بعيدة يعني لا عنده يعني. وحتى إذا ما احتسب خطأ، الخطأ لا يرقى إلى مستوى أنه توقف اللعب وتحسب خطأ لقلب الدفاع رقم 22 تحديدا يوشيدا. على كل حال بعض الحكام أقول سواء في مباريات الأندية أو بالنسبة إلى مباريات المنتخب ينظر إلى أحد الطرفين على أساس الاسم وليس على هذه بعد خلاص يعني لا تقول لي بعد لا تقول لي خلاص هذه واضحة. واضحة يعني واحد ما يدري أحيانا، ربما أحيانا والله يمكن الإنسان يعجز عن الحديث والكلام. وبنقول إيش يعني عن شيء فني؟ ما في شيء فني أنا بتكلم عليه أكثر من الأخطاء التحكيمية اليوم. يعني مش مهم عندي إذا خسر المنتخب العراقي اليوم إني أتكلم في أشياء فنية، بما أن أبدع واليوم مسجل ويجيك حكم يخرب كل اللي سووه مسعود الرافدين راضي شنيشل وأبنائه بصراحة.